معرض الشرق الدولي للكتاب بدأ رحلته سنة 1982، وبقى معادنا كل نوفمبر مع دورة جديدة من المعرض، وكمان قدر خلال 35 سنة إن هو يتميز جداً ويكون المعرض رقم 3 على مستوى العالم. وكالعادة في معرض الشرق الدولي للكتاب بيكون فيه اهتمام خاص جداً بالطفل. السنة دي في حوالي 1000 فعالية من 19 دولة على مستوى العالم. اسمك ايه الاول؟ فوز. وانت اسمك ايه؟ ادهم. انتوا منين؟ انتوا اخوات صح؟ منين؟ من العراق. اهلا بيكي يا حبيبتي. قولي لي ده ايه؟ طب ده ايه؟ ده الصلصال القديم اللي احنا نعرفه ده صح؟ ده كان على ايامي ده، ولا ده مش صلصال؟ هو الصلصال ده غريب شويه؟ ده مش صلصال برضو؟ ما انتي عماله تقولي لي جبت الصلصال ازاي؟ هذا مثل الصرصار بس من هذا كرات صغيره ملتزقه مع بعضها. طب انت جبت كتب صح؟ اه. برضو اشتغلني هو كمان. انتوا جايبين نفس الحاجه، ما جبتوش كتاب صح؟ ايه دي بقى دي؟ يعني هي يعني غمازه. طبعا عايزه اقول لكم الاطفال هنا يعني منتشرين جدا. انت ممثله، دي معانا نجمه كمان. بتمثلي ايه بقى؟ انا دوري مكتبه. نحن طبعا من اداره مراكز الاطفال، وبالضبط من مركز الطفل بخور فكان. واحنا جينا هني اكسبو القرائي لنعرض المسرحيه ستظل صديقي باشراف يعني المؤلفه كانت الطفله بشار محمد الجراح، باخراج استاذ محمود عباس، وتنفيذ استاذه فاطمه الكعبي واستاذه شيخه واستاذه امان. انا مبسوطه بيكي ان انت حافظه، يعني انت ما فيش حد نسيتي اسمه. اسمك ايه؟ نور. انت اسمك ايه؟ لانا. تاني اخوات صح؟ اه. بتعملي ايه في المعرض؟ ما جبتيش تويز؟ ما حدش فيكم جاب تويز؟ ما حدش جاب بوكس؟ لا، نجيب كتب ونقرا كتب البيت. تقري كتب ايه؟ مرات بقرا كتب كثير. ايه اكتر حاجة في الكرتون بتحبي تتفرجي عليها؟ مستر بي. وانتي؟ جيم. اهلا اهلا اهلا، تعالي تعالي. بتخاف من الناس؟ ايه بتخاف من طب انتوا حافظين اغنيه؟ انتوا الاثنين حافظين اغنيه؟ في ايه؟ طيب اختاروا تغنوا لنا اغنيه. يلا. انا واخي 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 شوقا يدفعني لاراها، امي ذكرى لا انساها، طيف أنقى من زبد الأيام، لألقى أمي. أنت اسمك إيه؟ حمزة. حمزة عندك كم سنة؟ 8. 8. طب أنت يا حمزة، ده حمزة مش باصص لي أصلا، حمزة في الجيم ومركز جدا. إيه ده؟ طيب أنا مش فاهمة، هو الولد ده بيعمل إيه؟ بينطنط. اسمك ايه؟ رانيا. رانيا، انت رسمي ايه على وشك؟ فراشة. الفراشة القمر دي، يا ربي شايفين الفراشة زي القمر ازاي؟ انت ايه؟ سلام سلام. رانيا الوحيدة المثقفة. بتكتبي ايه يا رانيا؟ اكتب حروف. تكتبي حروف؟ طب يلا اكتب لنا حاجة. انا عرفت هي ايه. واو شطورة، برافو. ممكن تبصي للكاميرا عشان يعرفوا انت قد ايه امورة ورسمة فراشة جميلة جدا؟ امورة. أنا أمورة. الفن بكل أنواعه موجود هنا في معرض الشرق الدولي للكتاب. تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل أكتر عن الأوتدور بينتينج. المعرض هنا فيه كل انواع الفن. انت كنت بترسمي ايه النهارده؟ كنت برسم لوحه لبحيره الشارقه والمباني اللي عليها. دي من ابرز يعني معالم الشارقه، اللي هي البحيره بتاعتها.
فكنت برسمها باسلوب مودرن شوي. الوانها حلوه قوي. ميرسي، ربنا يخليك. انا الحقيقه ده الستايل بتاعي، ان انا بحب قوي ارسم مواضيع تراثيه بس بالوان مودرن وحديثه. التكنيك كمان بحبه يكون مودرن يعني حديث. كنا شايفينك وانت بترسمي والناس كلها حواليك، هل انت من الشخصيات اللي ممكن تتوتر شويه لما يبقى في زحمه او ناس بتركز معاكي، ولا انت عادي بتخشي في المود؟ بصي، والحقيقه انا بتوتر شويه، بس كنت فاصله نفسي عشان اعرف اركز في اللوحه. يعني كنت حاسه ان في ناس واقفه، بس بحاول افصل، ولما باخد بريك ببتدي اتواصل مع الناس. يعني اخدت منك وقت قد ايه؟ يعني ساعه ونص. لا، ساعه ونص في لوحه زي دي؟ لا، تمام قوي كمان. ربنا يخليكي، ميرسي، شكرا. هترسمي حاجه تانية في المعرض الايام الجايه؟ غالبا لا يعني، بس يمكن لو في فرصه تانية ما مش هتاخر يعني ان شاء الله. هل الالوان دي بترمز لحاجه معينه، ولا انت كنت عايزه يعني لوحه يبقى فيها بهجه بس؟ انا كل لوحاتي بالالوان المبهجه دي، يعني انا مش بميل ان انا ارسم بالوان قاتمه. معظم لوحاتي حتى لو كان الموضوع حزين برضو بعملها بالالوان دي، يمكن يعني نظره تفاؤل او حاجه، مش عارفه. قولي لي ايه اكتر حاجه عجبتك في المعرض؟ اول يوم اجي النهارده، طبعا باجي كل السنين اللي فاتت، بس اول يوم اجي النهارده والحقيقه الاقبال كويس قوي، وفي يعني حضور ممتاز، ودي حاجه حلوه قوي مفيده لكل الناس. يعني شرفتينا ونورتينا، وكم ستين انت كنتي معانا على شبكه تلفزيون الحياه. ميرسي قوي، شكرا.